ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، كما العادة وكل إعادة فإفادة، جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين على واحد نص مثال مغربي شعبي قح، اللي هو الكرش الشبعانة. إلا بغيتوا النص الآخر أجيو نسمعوا من عند المواطنين. وعليكم السلام سيدي. أستاذي بخير. الله يبارك فيك، الله يطول عمرك. غنعطيك واحد نص مثال مغربي شعبي قح وتكمل لي النص الآخر. ما هو؟ الكرش الشبعانة ما كتسولش في الكرش الجيعانة. هذا موضوع استثنائي هو، لان دابا حاليا وهو اللي خصنا ندوه فيه، حيت هذا الغلاء وهذا خلى واحد المجتمع المدني كيعيش واحد الظروف قاسيه وما عندوش كيفاش يعالجها الا شافوا الناس المسؤولين، شافوا بواحد الوضعيه بواحد الامور اللي خاصه يرحموا هاد الناس شويه. ولكن كنطلبوا من هاد الناس يشوفوا بعين الاعتبار هاد النقطه هذه ومهمة. احنا المغرب الحمد لله بلد نامي سيفيليزي متحضر، ولكن هذا الغلاء راه كيسيطر على الناس. يعني هذا المثال اللي عطيتك كينطابق على هذا الغلاء الاسعار؟ تماما، هذا المثال كينطابق على الغلاء ديال الاسعار. الغلاء ديال الاسعار يشوفوا من حالنا ويقدروا موقفنا. مليون نص الاخر. آه. الكرش الشبعانه ما عمرك تحس بالجيعانه؟ على من كينطابق هذا المثال هذا؟ كيتطبق على انسان اللي شبعان ما عمرو كيحس بالجيعان، ما عمرو كيحس بالانسان الغني، ما عمرو كيحس بالانسان البسيط، عمرو كيحس انسان اللي حاسين شويه وهكذا كل اللي عندهم ما والو، ما كيحسوش بواحد اللي مسكين ما عندوش، ما كيحسوش باللي ما عندوش. انا واحد كاري ما حلتو الكرا، ما حلتو الاولاد، مول اللي عنده الاولاد مسكين ربي اللي كيعلم به، اش غيدير؟ اشنو غيدير هذا الراجل؟ اشنو غادي يدير؟ اشنو تعطي الماكينه الواسطه؟ راه هادشي اللي خارج على البلاد. اجي انت يا بنتي، اجي انت ولد عمي، اجي انت جاري، اجي انت باك صاحبي من تحت لتحت، ولا عشاء ولا ليله ولا الفلوس صح. لا هادشي ما خصوش يكون في البلاد. راه حنا وطنيين، اللي هو وطني حر ومغربي حر راه غيحس بخوف. كنعطيك واحد نص مثال مغربي شعبي قح وتكمل لي النص الاخر. الكرش الشبعانه ما كديهاش جيعانه كيقولوا ايه. ودابا راه ولات الكروشه دابا كلشي جيعاني، دابا شنو الكرش؟ كلشي كان الكرش كتكون شبعانه واحد الوقت، فهمتي؟ ملي كان بنادم كيبقى ياكل، فهمتي، ياكل وكيبقى ينعس بالليل وكيحلم بالبغطات وداك الشيء، ديك الوقت كانت الكرش كتكون شبعانه. دابا كلشي جيعاني، دابا الكرش جيعاني. علاش جيعانين دابا؟ والبلاد جاعت، البلاد جوعتها. شكون اللي جوع البلاد؟ والبلاد الحكومه وكلشي اللي جوعوا. ولا كلشي جيعان دابا، بنادم كتلقى شنو على الاقل تلقى واكل لك بصاره ولا ما واكل والو كاع النهار كله كياكل لك بصاره. الى لقاها؟ الى لقاها دابا كاع البصاره ما كيلقاهاش دابا. كيف يقعد مع الصباح؟ شنو السبب؟ علاش هادشي؟ السبب البلاد تلفات، بلاد هاد البلاد تلفات. البلاد تلفات فهمتي، كلشي تلف، كلشي بغى يلهف، كيقولوا ما الريحه عطات. والله يهديكم. لمن كتقول هادي؟ وين الاخنوش؟ كاين شي واحد غير الاخنوش. الريحه عطات، راه الريحه عطات، هادشي كله ما عرفنا. هاد الوعود الكاذبه وكتسرحوا فينا بالقرنبي. غنعطيك واحد نص مثال المغربي الشعبي قح وتكمل لي النص الاخر. اوكي مرحبا. الكرش الشبعانه ما كتسولش في الكرش الجيعانه. على من كينطبق هذا المثال هذا؟ كينطبق على الزمن اللي حنا فيه دابا، في رفع الاسعار ولا كل شيء، اي حاجه كتبغي تاخذها كتلقاها يعني زايده في الثمن، كتقول شكون اللي مسؤول على هذا الشيء؟ يعني كيقول لك المسؤولين هما اللي خصهم، حيت ماشي كل شيء خدام، ماشي كل شيء عنده الفلوس. كاينين الناس اللي دابا ما عندوش باش يشري حتى الخبز، يعني الظروف، انسان كيعيش ظروف صعيبه والمسؤولين ما كيشوفوش في حق هاد الناس اللي هما يعني من واحد الطبقه اللي يعني جد واصله للارض. حيت شبعانين هما. حيت هما شبعانين، هما عندهم طوموبيلات والديور وعندهم الفيلات، كيفاش غيحسب واحد كيفاش غيحسب واحد كاريبيت ولا عنده غبيت في السطح ومزوج وعايش فيه وعنده ربعة الاولاد؟ يعني هما صعيبه الحاله، فهمتي؟ بكل تواضع. بكل تواضع. سمعت المغربي شعبي قح وتكمل لي النص الاخر. ولا عرفته؟ لا غتعرفوا ان شاء الله. الكرش الشبعانه ما كديهاش. الكرش مسكينه اللي مهلوكه جيعانه. يعني واش هذا المثال كينطابق على هذا الزمان اللي عايشين فيه؟ وغنقول لك بصراحه هذا المثال راه واخا قديم ولكن راه باقي ساري المفعول ديالو الى يومنا هذا وفي المستقبل. فعلا الا شديتي هذا المثال هذا وطبقتيه على مستوى المسؤولين في هذه البلاد، فهاد الناس مثلا اللي عندهم وسيرتو البرلمانيين عندهم مداخل يعني مهمه ومحترمه، ما غيديوهاش فهاد الشعب اللي مسكين ما عنده لا مدخول لا والو. هو راه يعني راه هو شبعان، شبعان مع راسو، دار الكروفيت مع راسو، معرقه معرقه مزيان، ما كاش غيديها فهاد الناس مساكن ما عندهم ما ياكلوا، ما عندهم باش غيتسوق. نقول لك بصراحه
هذا رئيس الحكومه براسو هو راه محكوم. ملي كترجع للدستور ديال البلاد ديال 2011 اش كتلقى؟ كتلقى بان رئيس الحكومه عنده اختصاصات واسعه، ولكن على مستوى التطبيق راه ما عنده ما يدير، راه خاصو ضروري بغى يدير اي حركه خاصو يستشر مع من المهم، خاصو دائما يستشر. وانت درناك رئيس حكومه وعينك صاحب الجلاله باش تسير هذه البلاد، وتبقى دائما كتنتظر اش تحرك شويه وشوفوا سيرتو هذا المشكل ديال غلاء الاسعار، راه خاص قبل رمضان يكون محلول. الا ما تحلش راه كون على يقين بانه غيكون احتجاجات خطيره.